من ينكرون الجماعية لا يهمونك وردود الأفعال منهم لا تغربها وردود الأفعال منهم لا تغربها حتى ولو اعطيتهم واحدة من عيونك قالوا هذه عينه اللي ما يشوف بها قالوا هذه عينه اللي ما يشوف بها يقول القلب ما هز ثقله كل مزيونه طيب إلا الجمال المثير المغري الفارق وكان الشهادة غرق الحب مضمونة فأنا شهيد الوشاع النعس الغارق ذهانة الوجه والحجان مقرونة وخد شعاعه كما شمس الضحى الشارق والينثع الخمر المسدول من دونه ليل تبدى الظلام نجمة الطالب الله صح الله يسامحك ساعة متخلوا وبيك القوم قالوا علي الطلاق ما نقول مرة انت عشا في عشا في المطار سلام يقول ما معي ولا ريال يقول له واحد من خوياي مر العصر وعين ولدي يلعب كورة عند البيت ياخذ 100 ريال يحطه في مخبول ولدي بسم الله يا سلام ذي رجل عجوبة ترى من العجيب قال واكلم المرة يا مرة عند شيء قلت والله ما عندي 100 ريال جانا فلان وسلم على جاء يبغاك وعين ولدك عند الباب وعطاه المية حط مخبأ خليت أنا من الورع كهاتية يقول أنا ما خبر حتى حد يسلم هقران يقول الروح يقول وأكلم واحد يقول أنا سلم واحد تكفى دبر لي 200 ريال سلم قال لو ما عندي له الصرافة دي عندي شيء خذها مرني عند البيت يقول عيني برا عند البيت يقول أعطاني الصرافة يقول الصرافة ظني ما فيها إلا 20 ريال يجي لي معه قال وقفوا عند الصرافة الله يقول دخل الصرافة اضرب مسلية يقول ما في 20 ريال او يعني ورا الخط ولا دول تعليقة حنا وش 20 ريجي انا اقول فقر اي والله يقول وروح ساعة الريجي سبحان الله في بعض الريجي صقر يقرأ يبقى من الرجال بحركات ساعة قال عيالي الطلاق الثالث واحد منهم انه مندوق الدجاج ولا تزود اكثر من دجاج يا ولد شفت اللي يقول انت منكم جاي يا ولد انا يقول انا ودي باللي يعذر بعض الرجال مشبب يقول والله العظيم انها شيء كان هو اللي ذبح ذبيح يقول روح انت عشت يقول حالي الطاقه روح اقويكم في مقهى يقول روح اقويكم براد شاي ولا نلقى الريال احنا قلنا الرجال عزمناه في الاستراحة وتمم الرجل فقرية الجميع فقري يا ولد ندق نحاول اليمين يسار اللي طلعنا بهم كمية 150 والرجل نستحمه نروح مطعم هناك دخلنا على يماني ولا تفزع نعطيك بكرة أول ما جينا بنعطيك يا ولد نقعد عنده ساعة قال ما كلين موافق دقنا بتيس والله ما قصر بعض العمال ما يقصر يفزع واحد من العيال يقول جيت مواقف حقت المطار تخابر مواقف المطار بريال بريال يقول علم معي فلوس وصرافتي معي يقول ابوكي ما معي وقفت المطار نزلي وديت امي المطار ورجعت ناصر المهم وش عند البوابه؟ ايه عند البوابه يوم جاء طلعوا لا ما بعد جاء البوابه كم يضرب يده اخباه الا والله ما معه شو اسمه البوك يو شو اسمه يعني في الريج يروح يقعد وجه الريج ما طب ريال هو مشكلة يقول الله نعي وجه الريج يعني وجه الريج يقول وجه بعد ذاك الهندي قلت اوه الملاحة قال ما الهندي يقول ما حجي يقول قال انشحع يقول ذاك السعود قلت يا ولد انا ابو ريال عندك ريال كم غير ريال طلع مثل المواقع اي طلع مثل المواقع يقول الله هذا المخذ من ريال وراح انا حق البوم يا واد مواقف هذه محرجة تحصل والله والله تحطك مواقف هذه تحرجك احراج ما بصح
القل هو الله يعافيك انك تهقى في صاحب لك هقوة وينتهي من دونه لا يجي من دونه دائما ما يغش الرجال لها قوية ما يغش الرجال يعني الا هقوته مو بالشخص نفسه ان انت غشيتني ولا تسيقرت على راسي ولا سويت فيها ذيب لا 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 يمكن انك ذيب صح ذيب يمكن انك ذيب لكن ما يغش الرجال لها قوته هذي سلامتكم ان شاء الله انك فهمت انا ارد ارحب محمد ارحب ارحب الله يجزيك السلام عليكم يا مرحبا فين جاب طالب طالب انا ادري ما عندك شيء ان شاء الله بالليل والله في الديرة ونسولف وياك ترويقة قل تم تم فنجال قهوة ولا شاي فنجال شاي وفنجال قهوة كلها لا لا خلها فنجال شاي بس حبشر مرحبا ومسا الله يبجيك ويدق على سالم يجيب لنا السمبوسة اي والله يا حبشر الله الله يطول عمرك فنجال شاي بس اي بس خذ راح الله يحييك طلع من الدرابة إلى جودي فنجان شاهي فنجان شاهي فنجان عند أبوها تقهون معنا لو أن الدكة ذي بتاسعكم كان قلت تعالوا كلكم لكن أنتوا هنا يا شيء لكم في القلب فنجان شاهي بسم الله يقولون تب الله يجزيك يقولون تب من تصرفك وتحبي وانا اقول توبتي مش تمعهم هي التوبه الله يجزيك دار الوباء من طبها راح متوبي وقرب في الجربه على الحول مجروف انا عارف من صايله من جيت ابن يعرف طريق زي واللي ذي بتجه صوب وانا اعرف من عادي وانا اعرف من احب وبه ناس لا تبغض ولا هي محبوبه الله أكبر الله أكبر الله يمسك بالخير يا وحم يقول لي قلقان ما هو زين ما ادري كيف يقول تقلب وين راقد يقول تقلب يخيل لي جار ناموت راه معلق ولا ايش صار؟ ايه دق عليها راقد طلع سكت خلاص هذا جارنا موت راه يعلق يقعد يطر بالبوري طيييي بلا تقلب اقرب مني اقرب مني جاي عشان اطرس راقد اي والله اقسم بالله ما تجي 11 دايم هو باقي صاحي دايم بعد صلاه العشاء راقد جارنا هذاك بيته طنين موتره دايم ايش يقول؟ يقول كنت راقد يقول اتخيل يقول في البيت الحالي اتخيل فيه سكون يقول سكون والله في راسه قبل يطرق ابوي اي قطوط يقول انقز يقول افتح الدريش يلا حيهم طموحك لا يوقف الناس اللي يبون دورات للمشاريع أي شيء يخص تجارتك أنتوا خابرين رفيقنا أقدم الرجال هذا من الناس اللي أشترك في أقدم وش رأيك في الدورات اللي تعلمتها من برنامج أقدم أنا صراحة أنصح الناس فيها وعد كل واحد و... صراحة هادفة وجميلة جدا إيه والله أنا تمنيت أن مشاريعي الأولى ودعتي الأولى اللي كلها باءت بالفشل أني كنت أعرف أقدم حبيبي هذا هو الرابط الذي بتسجل رفع الشاشة تبي كود خصم اكتب بهاج أقدم طموحك لا يوقف يا مال الشحم سأل الله أن الله يوفقنا يوفقكم هذا حب كبير إي والله ممتاز اللي مقدمين تطبيق أقدم بوسة من الباطل شكرا لكم أنا مستحيل أني أنا مستحيل أني أنساكم أنا مستحيل أني أفرط فيكم سعر الاشتراك كان ب 499 حط كود خصم بهاج يطلع لك ب 399 خصم لك 100 ريال ما تعينها الا مع بهاج اسال الله في هذه الساعه ان الله يبارك لنا ولكم وان الله يوفقنا ويوفقكم اقدم يا مال الشحن